السلام عليكم واهلا بكم بالحلقة 21 من السلسلة المنتظرة سيت اب شو. اليوم عندنا مشاركات نار وشرار، بسم الله ما شاء الله. كالعادة قبل ما نبدا المقطع لا تنسوا اللايك، مزود الفريمات ومقلل الدروبات، واللي حابب يشارك بالسلسلة رابط فيديو شرح اشتراك تحت بالوصف اول فيديو. وقربنا من فيديو الاسئلة الدبل شهري، دبلين شهري، دبلين شهري ونص، دبل او شهري ونص. المهم حط اتركوا اسئلتكم المهمة المتعلقة في البي سي والتقنية تحت بالتعليقات، بس رجاء خلوا اسئلتكم قصيرة ومختصرة. وخلونا نبشر بالمشاركة الاولى من سليم او سلايم سايلم من فلسطين. المهم غرفة الاخ سليم شي فاخر من الاخر ما شاء الله. نين ابدأ؟ من اضاءة النانوليف الرهيبة، ولا زخرفة الجدران، ولا رتابة الغرفة والطاولات بكل زاوية؟ وسرين طبعا لابد منه، بتصحى من النوم وعلى اللعب بدون مماطلة. اكلوا مرعى وقلت صنعة، لا طبعا مو اكلوا مرعى وقلت صنعة، بس يعني هاد شعار اللاعبين بشكل عام. للاسف ما كاتب لي معلومات كافيه عن السيت اب، بس مثل ما شايفين الغرفه فول اوبشن ما شاء الله. سيت اب البي سي عنده شاشتين الترا وايد على ما اعتقد، او شاشتين 4K كبيرات 38 بوصه، ما كاتب لي اي شيء عنهم. مواصفات البي سي: معالج i7-10700K 32 جيجا رامات، وكرت الشاشه جي تي اكس 1660 سوبر. بالطرف الثاني عنده تي في كبير وشبك عليه بلاي ستيشن. الغرفه بشكل عام مرتبه وانيقه بشكل ممتاز. يا ريت بس تكتبوا لي معلومات كافيه عن السيت اب. اغلب المشاركات اما شخص باعت صور بجودة سيئة، اما معتمة او ريزولوشن قليل فما بقدر استخدم الصور، او ما كاتب لي معلومات كافية. الاخ هون باعت صور بجودة ممتازة بس ما كاتب لي اي شيء غير مواصفات البي سي. انا ما بدي جريدة كاملة عن كل شيء، بس على الاقل اكتب لي اسماء القطع الكاملة ومثلا بايش بتستخدم السيت اب، واذا في شيء مميز عندك ممكن تكتب لي اياه. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده. سعد من السعودية، سعد وسعودية، عنده سيت اب بسيط جدا بيستخدمه بانتاج الفيديوهات ولعب سي اس جو، وقريبا بيتعلم البرمجة. بالتوفيق صديقي. مواصفات البي سي: معالج رايزن 5 3600 16 جيجا رامات، وكرت الشاشة ار تي اكس 3060 تي اي، باور 650 واط من سي سونيك، ممتاز لا تسترخصوا بباورات ابدا، وكيس من زيجماتيك، شبكه على الشاشة 24 بوصة 1080 بي 144 هرتز من سامسونج، كيبورد ريد دراجون 506، وماوس اوفي، اول مرة بسمع بمنتج اسمه اوفي. المهم مواصفات البي سي 10 على 10 والقطع متناسقة بشكل ممتاز، بس الشيء الوحيد اللي شد انتباهي بالسيت اب كله هو كارت الشاشة. منين قدرت تحصل كارت ار تي اكس 3060 تي اي نسخة فاوندرز اديشن؟ حتى انا ما قدرت احصله. لما سألت انفيديا قالوا لي يو قرداش قال مضى، ما في كروت ال 3000 بشكل عام قليلات، وكروت الفاوندرز اديشن يعني نادرات مثل كروت البوكيمون، فما بعرف منين قدرت تحصله. اترك لنا ممكن تحط تعليقك قلنا تخبرنا منين حصلته. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده. بليز روبي من سوريا، كمان عنده سيت اب بسيط بيستخدمه للالعاب وانشاء محتوى وستريمينج. ما بعرف شلون البي سي عم يقدر يعمل كل هالامور، بس اذا شغال معك تمام. كمان الاخ عنده سيت اب بسيط ومرتب. مواصفات البي سي: معالج i5-11400، بورد بي 560 توماهوك، 16 جيجا رامات، 500 جيجا اس اس دي وسترن ديجيتال بلاك، باور سبلاي 650 واط من سي سونيك، ممتاز، وكيس كورسير 5000 اكس. عاجبني الشيء اللي عامله بالتجميعه، لقله كروت الشاشه وغلاء اسعارها راح مجمع بي سي بمعالج i5 جيل 11، ومجهز كل شيء بالتجميعه لحتى ترخص اسعار كروت الشاشه، بيستنى كرت شاشه، مركب باور سبلاي قوي، كيس كبير، وكل شيء جاهز على اكمل وجه. بيمشي اموره بالكارت الداخلي اللي بيجي مع الاي 5-11400 اليو اتش دي 730، يعني بيمشي الحال عليه، بيشغل العاب الاي سبورتس الخفيفه بشكل جيد. هاي خطوه جيده للي بده بي سي حاليا وما هو قادر ينطر يعني لحتى ترخص اسعار الكروت. شابك البي سي على شاشه ام اس اي جي 24 سي 4 24 بوصه 1080 بي 144 هرتز، طبعا بس ناقصك كارت شاشه. بما انه شاشتك 1080 بي 144 هرتز، ما بنصحك تروح لشيء اعلى من الار تي اكس 3060 او الار اكس 600 XT، هدول كرتين ممتازات لل 1080 بي. سماعات رايزر كراكن اكس، سبيكرات لوجيتك زي 200، وبقيه الاكسسوارات صينيه. شكرا للمشاركه صديقي، وننتقل للبعده. ملهم من سوريا، اول شيء هي من انظف واجمل التجميعات البيض اللي شفتها، شكلها خرافي بصراحه. كيس ابيض، كرت ابيض، كابلات اكستنشن بيض، واضاءه بيضه 10 على 10. والسيت اب بشكل عام مرتب وجميل. مواصفات البي سي: معالج رايزن 7 3700 اكس، شغال على مبرد مائي ديبكو
كول كاسل 360EX، رام 16 جيجا كورسير فينجنز RGB برو، كارت RTX 3060 فيجن OC من جيجا بايت، بورد B550 جيمنج بلس من MSI، كيس كورسير كاربايد 270R، وبورت سبلاي كورسير CX750. مواصفات ممتازة ومتناسقة بشكل جيد، ممتاز مو بس جيد. وجابك البي سي على شاشتين مركبهم على ARM لشكل أنظف أو إضافة أكبر، الأولى 27 بوصة 1080p 240 هرتز من AOC، والثانية 24 بوصة 1080p 165 هرتز كمان من AOC. ماوس لوجيتك G305 نفس ماوسي، وكيبورد لوجيتك جي برو. ستب جميل ومرتب ومواصفات ممتازة وقطع متناسقة. والأخ عنده سؤال إلي كاتب: أنا واصل كارت الشاشة بالPCI slot 2 لأنه وقت أوصله بالPCI slot 1 ما عم يعمل بوت أو يشتغل على الشاشة ولا عم يطلع البايوس، بس وقت أوصله بالPCI slot 2 دغري عم يشتغل بدون أي مشاكل، وحدثت البايوس لآخر إصدار وما عم يشتغل على الPCI slot 1. سؤالي: في فرق، هل في فرق بالأداء كرت الشاشة ووقت أوصله للPCI slot 2؟ بالنسبة لسؤال هل في فرق بالأداء بين الPCI slot الأول والثاني؟ أكيد في فرق. بوردك MSI B550 Gaming Plus ماخذ الPCI الأول بيجي 16 لين، يعني 16 خط، وجيل رابع ومن المعالج مباشرة، بينما الماخذ الثاني بيجي 4 لين 4 خطوط وجيل ثالث ومن الشيبسيت وليست من المعالج. فممكن في بعض الحالات وبعض الألعاب تخسر أداء ما بين 30-40% وممكن حتى أكثر. بالنسبة للسبب المشكلة واضحة، المشكلة هو الPCI Riser Cable، هذا الكابل هو المشكلة، كابل كرت الشاشة، لأنه الماخذ الأول في بوردك جيل رابع وكرت الشاشة بيدعم مأخذ جيل رابع، بينما الكابل جيل ثالث. لما تشبكه بالمأخذ الأول البورد ما تتعرف عليه، أو بالأحرى ما قادر يوصل بيانات لأنه مش مصمم لحتى يدعم الجيل الرابع، فالبورد ما تتعرف على الكرت. فنصيحتي إليك إما غير هذا الرايزر كيبل وجيب واحد بيدعم جيل رابع بيجي مكتوب عليهم PCI Express أو PCI E Gen 4، أو ممكن تلغي الرايزر وتركب الكرت على البورد مباشرة بشكله الطبيعي بشكل عادي، أو ممكن تترك كل شيء على حاله وتجرب تدخل على البيوس وتحط إعدادات الPCI Express الأول جيل ثالث، حط المأخذ الأول على الجيل الثالث، احتمال تنحل مشكلتك، بس احتمال كمان يرجع يسبب لك مشاكل لأنه الرايزر كيبل اللي عندك مش مصمم ليدعم الجيل الرابع. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده. منذر من العراق بغرفة فول أوبشن ما شاء الله، من ستب البي سي المرتب لليسار عنده رف بكل إصدارات الكونسول PS1 PS2 PS3 PS4 والإكس بوكس الأساسي وإكس بوكس 360 والإكس بوكس 1، عنده كل إصدارات الكونسول ما شاء الله. عجبني هالرف بصراحة، هالرف هيك مع الكونسول نايس. بس الصور اللي بعت لي اياها معتمه شوي، يمكن من لون الجدران ما بعرف، صور معتمه كتير. رجاء يا شباب يعني صوروا لي صور واضحه رجاء. انا اول شيء بطلع عليه بالمشاركات، لا بطلع على مواصفات الجهاز ولا بطلع على شكله، بطلع على جوده الصور. اذا جوده الصور سيئه مباشره بلغي المشاركة، يعني بطنشة بكل صراحة، لأنه ما ممكن أستخدم صور بجودة سيئة إن كانت معتمة أو ريزولوشن قليل أو فيها تشويش، ما بقدر أستخدمها. التجميعة كمان توب نوتش رهيبة ما شاء الله، مع كيس اللي أن لي دايناميك. مواصفات البي سي: معالج i7 8700K، رامات 32 جيجا كورسير فينجنز RGB برو. رامات المفضلة من ناحية الشكل، والظاهر أنها مفضلة عندكم لأنه في كتير مشاركات بيستخدموا هيك رامات. بورد Z390 MSI برو كاربن أو كاربن برو، وكارت RTX 3080 Aorus Extreme من جيجابايت. حرفيا أضخم كرت شاشة في السوق، يعني شكله وحده زعامة هيك أخذ مجده. حاطط كابلات إكستنشن كاستم باللون الأبيض، والكرت ساحب كابلات أكتر من البورد ما شاء الله، يعني بتطلع عليه بتقول كأنه ساحب كابل 24 بن. شكل التجميع باداس بصراحة. شبكها على شاشة سامسونج أوديسي G7 2K 240 هرتز، الشاشة المناسبة مع الكارت المناسب. كيبورد ستيل سيريز Apex برو، ماوس ستيل سيريز رايفل 710، وسماعات DT 770 برو 250 أوم. ستاب جميل وأنيق وكل شيء توب نوتش. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده. محمد ناصر من السعودية، وعنده ستب من أجمل الستبات البسيطة اللي شفتها. هذا أكبر دليل أنه ما بيلزمك تصرف ثروة لحتى يكون عندك ستب حلو ومرتب. جايب طاولة رخيصة وبسيطة من أمازون اسمها أرتني، ما لنا بالاسم، المهم المضمون، شكلها حلو. حاطت إضاءة بسيطة وراها ومع شوية كابل مانجمنت، السيتاب طالع أسطوري بصراحة. أهنيك على هالشغل صديقي، ما بيلزمك تصرف آلاف الدولارات لحتى تحصل سيتاب جيمري مكتبي مرتب، وحتى تجميعته بري بيلد جاهزة من أيسر. على الأغلب اشترى بري بيلد لأنه أرخص من التجميعات في الوقت الحالي حاليا، إذا بدك تجمع تجميعة يعني الأسعار القطع وخاصة كروت الشاشة بتعرفوا شلون، فخيار جيد بصراحة. بس كاتب لي إنه غير الكيس لأجل التبريد، هذا شيء شبه ما
محتوم. أغلب تجميعات البريبيلد الجاهزة بتجي بكيسات سيئة من ناحية التهوية والتبريد، فشي طبيعي يتغير الكيس بشي أفضل. مواصفات البي سي: معالج i7-10700، 16 جيجا رامات، وكرت الشاشة RTX أو GTX 1660 سوبر RTX، شبكوا على شاشة ألترا وايد 34 بوصة من لينوفو، 2K 144 هرتز أو هاي 3K بتجي تقريبا، ما هي 2K. كيبورد رويال كلتش أركيد 78، ماني سبعان فيه، أو 87 مو 78، وما كاتب لي اسم الماوس، بس على الأغلب هاي ماوس لوجيتك مكتبية بسيطة مش مناسبة للألعاب أبدا. فبنصحك تاخد ماوس جيمينج فعلية لحتى تحصل تجربة أفضل بكتير في الألعاب، ماوسك مش مناسب كتير للعب. بما أنه تجميعتك نظيفة والأكسسوارات عندك لاسلكية، بنصحك تاخد اللوجيتك G305، ماوس لاسلكية أو وايرلس، رخيصة اقتصادية وممتازة للألعاب صراحة. سيتاب جميل ومرتب 10/10. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده. أحمد علي من سلطنة عمان، يعني طلعوا على هالسيتاب، بكبسة زر بيغير الثيم بالكامل، أزرق أحمر بثيم سوبرمان أو سوبر وومن أو سوبر جيرل، لا يفهموني غلط جماعة الفيمينيست، وأصفر وأخضر بثيم سايبر بانك، يعني شي فاخر على الآخر. يعني هذا أجمل شي بالرجب، بيغير المود بثواني. وترتيب الطاولة ممتاز، غرفة الأخ أحمد ضيقة كتير، أو يمكن هذا كهف الألعاب الخاص فيه عمله ضيق عن قصد، ما بعرف، بس جايب الطاولة بنفس عرض الغرفة ومستغل كل سنتي، وماني شايف ولا كابل ظاهر ما عدا كابل الكيبورد، هذا شيء عادي. كل الكابلات بقيت، كل الكابلات مخفية، ممتاز. أنا بحب السيتابات الكومباكت المبسطة اللي ما فيها أشياء كتير، بحبها أكتر من الغرف اللي فيها مليون شغلة ومليون فيجر ومليون شكل، بحبك شيء البسيط، مثل المشاركة السابقة من الأخ ناصر من السعودية. وهذا السيتاب رهيب ببساطته وأناقته. مواصفات البي سي: معالج i7-10700K على مبرد مائي ماستر ليكويد 240R من كولر ماستر، بورد ايسوس Z490A برايم، رامات 16 جيجا، كمان كورسير فينجنز RGP. خلاص يعني لازم نسميهم رامات الشعب، ما لازم نسميهم رامات كورسير، صاروا رامات الشعب بما انه الشعب بيستخدمهم بهالكمية. وكرت الشاشة GTX 1080 EVGA FTW، كيس فانتكس ايفولف مع كابلات كاستم باللون الاسود والبنفسجي، شكل التجميع كمان رهيب بصراحة. شبكة على شاشتين معلقات على الحيط بشكل انيق، وحتى حاطط الشاشة التانية بالعكس لحتى ذقن الشاشة من تحت يكون لفوق، يعني ما يكون في فراغات بين الشاشتين ابدا، يكونوا الشاشتين متلاصقات تماما. الشاشة الأولى ايسوس تاف 27 بوصة 2K 170 هرتز، ما اعتقد انه في شاشات 170 هرتز، اعتقد انه كاسر سرعتها من 165 ل 170، ما بعرف، اكتب لي تحت بالتعليقات. والتانية فيليبس 24 بوصة 1080p 75 هرتز، الكيبورد كورسير K65، والماوس ديفو جيمينج ماوس لايت التليت 1 واير. ليه بسمع بأسماء ماوسات جديدة بكل حلقة؟ يعني منين تجيبوا هالماوسات؟ هي عن جد أول مرة بسمع بهالماوس. سماعات أسترو A50 ومايك إلغاتو ويف 3، يعني هالستاب خرافي بصراحة، يعني جدا جميل ورهيب، وكل شيء مرتب بشكل ممتاز من داخل التجميعة والكابلات والقطع والإضاءة، لخارج التجميعة الطاولة، تركيب الشاشة والكابلات والإضاءة، يعني كل شيء توب نوتش بصراحة. شكرا للمشاركة صديقي. وبس يا جماعة، هذا كان كل شيء في فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا لايك، بيفيد القناة كثير. وإذا فاتكم الفيديو السابق اللي تكلمت فيه عن المعاجين الحرارية وأهم المعاجين الحرارية، إيش السيء وإيش الجيد فيها، إيش الفروقات اللي بتقدمها، موجودون. إذا فاتكم الفيديو روحوا شوفوه، فيديو مفيد ومسلي كثير. كان معكم أخوكم أيمن محمد، شكرا للمتابعة، سلام عليكم.